صحيح. خلينا ايضا نتحدث عن اعداد المريخ للابطال، وتكلمنا عن جانب الهلال في المريخ. يمكن يعني واحده من الجوانب المهمه هي رئاسه سوداكال، فخلينا نتكلم عن حكم المحكمه الاداريه فيما يخص رئاسه سوداكال. المحكمة الإدارية طبعا قدم لها استئناف محامي فاتح مختار، وأسقطت كل يعني قبلة الطعن، وأكدت إنه آدم سوداكال هو رئيس النادي. بعد ذاك بتجي الإشكالات، نحن هو لأنه هو وضعه ذاته القانون ناسي وين آدم سوداكال، لكن في النهاية هو بيبقى رئيس. حتى لو ما ترشح ما كان يمكن تترشح عن طريق وكيل عن الحضور، وهو الآن عنده وضع قانوني. المحكمة قالت هو رئيس النادي، رغم انه كان رئيس النادي بعد ما العمر بتاع مجلس الوفاق المريخي كان عمله خلطة بين لجنة التسيير الكون الوزير والمجلس سوداكال، عمل منهم خلطة بتاعت مجلس وفاقي. بعد ذاك المجلس الوفاقي بعد استغاثة الشيخ وعمره اصلا انتهى، بقى هذا المجلس وبعد عودة سوداكال هو بقى خلاص الناس تتوقع مع بالقانون، بالقانون هو رئيس النادي. بعد ذاك الناس تتعامل مع الموقف ده، لكن ما في حاجه. بعدين ترتضي بالقانون، خلاص ده حكم القانون، ده القانون كده، انه رئيس النادي انت، لانه الناس ما دام هو سمحوا له يترشح من حقه انه يحكم طيب المريخ مهما كان وضعه. يعني بعد ما كانت هنالك انباء المريخ كان حيعسكر في الدمازين استعدادا للبطولات القادمه، الان المريخ او رشحت انباء امس انه يعني الغى المعسكر ويتجه للخارج، ماشي وين؟ المريخ كان هو معسكر، انت ممكن تعسكر صراحه، نحن نحترم الناس في الدمازين، وممكن اعداد اذا كان في زمن طويل ممكن تعسكر في الدمازين، تقسم المعسكر داخل وخارج. لكن المريخ الان حيواجه فريق يعني الكره الجزائريه، رغم فريق شبه القرار الجزائري في تمهيد الابطال، وفريق معسكره في فرنسا، انت يعني لازم تكون بعدادك، رغم انه الفريق وضعه ما افضل من المريخ من كل النواحي، لكن يكون عنده زمن انه استعد، لانه الفريق في اخر التسجيل في التسجيلات في اللي شغال، هو اضاف 7 لاعبين، معناه في مرحله برضه بناء وتجديد، دي حاجة مؤثرة وما فيها ما بتكون للمريخ. المريخ قدر يتعامل، عنده من أسبقية نفسية على الأندية الجزائرية تفوق عليها في السنة الأخيرة، فما في مشكلة. الإعداد المريخ تقريبا هو حيتوجه يوم 1/8 إلى مصر عمل معسكر، وبعدك حيسافر الجزائر. نعم، حيتكلم برضو عن الكونفدرالية سريعا لأنه الزمن انتهى الإعداد لها، والخرطوم الوطني متجه لأوغندا. أيوة طبعا، الخرطوم الوطني حيواجه فريق من جوبيت، هو أسهل جرعة بالنسبة له، اسهل من اهل شندي، حيعسكر بعد ذاك يمشي جيبوتي يلعب مع فريق من جيبوتي، انا مع يعني ارتا سولار الجيبوتي. بعد ذاك اهل شندي جرعته صعبه، فريق بنداري الكيني، فريق يعني جديد، لكن شارك في سيكافا مع رايان سبورت الاخير، يعني وقدم مستويات، يعني تعادل كان مع سيمبا مع كامبالا سيتي البطل، وتعادل مع عزام التنزاني، فده بيقول لك انه فريق ممتاز، واستعداده كان كيف بيحتوي، استعد عن طريق بطوله ومباريات تنافسيه، عكس الان اهل شندي تقريبا اختار انه يعسكر في الخرطوم وصل تمارين، وبعد ذاك ممكن يسافر قبل المباراه بخمس ست ايام عشان يمشي كينيا وياخذ يتالغم على الجو، وبعد ذاك يكون تحضير للبطوله. جميل، تمنيات التوفيق طبعا لكل الانديه السودان المشاركه في البطوله، سواء كانت كونفدراليه او الافريقيه. احنا شاكرين جدا ومقدرين على التحليل يا حمد الجيزولي، كثر خيرك. والله ربنا يوفق انديتنا يعني وتتقدم، يعني صوره يعني عكس السنه الماضيه انه كان الخروج كله من التمهيدي عدا الهلال يتقدم في الكونفدراليه الابطال، بعد ذلك الكونفدراليه، لكن نتمنى انه السنه دي يكون في مستوى افضل، رغم انه الوقت ما كان في صح الانديه، الاعداد ما كان في صح المريخ بالذات، لانه يعني موضوع الابطال ده دي من التحديات اللي بتواجه ابراهيم في المرحله. ابراهيم هو جاء وضعه ما مثالي بالنسبه لابراهيم، لانه المريخ ظروفه حتى على مستوى الفريق، لانه حتى امس التمرين كان فيه 17 لاعب في عندهم مشاكل ماليه وغيابات كثيره في التمرين، يعني لاعبين مؤثرين بيغيبوا ما بيشاركوا في التمارين، دي برضه حاجه بتعمل ربكه للمدرب او ضغط نفسي للمدرب انه يحاول كيف انه يقنع اللاعبين يرجعوا للتمارين. شكرا.